الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابع من واله. الأباء والإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الإخوة المتحدثين من قبلي والقائمين على أمر هذه الحلقة التي تنشر التوحيد وتحارب الشرك وتنشر السنة وتحارب البدعة، وبحول الله وقوته في هذه الدقائق أقف مع آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ففي هذه الآية أو هذه الآيات تكلم الله عز وجل عن صفات المؤمنين، ومن أعظم الصفات التي ذكرها الله عز وجل قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وانتبه إلى قوله تعالى: مع الله إلها آخر، لأنه قال لا أي صوفي لمن ينادي أبوه الشيخ ما بيقول لك ده إله، ما بيقول إله، بيقول لك ديل وسيلتنا، طه مونتنا، ديل الفراس، للكون حراس، اللي بيرفع راسه وليه يواسه، وكذب وافتراء وشرك بالله عز وجل. ربنا في القرآن يقول في خواتيم سورة المؤمنون: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما عنده دليل يدعوه وعنده دليل يتقرب إليه بهذه العبادة العظيمة، بل إذا قرأ الإنسان كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى سورة الناس لن تجد آية واحدة تأمرك أن تدعو غير الله، ما في ولا آية. هل وجدت في كتاب الله آية؟ لأن الكلام ده موجه للصوفية أتباع الدجال الإزاري وأتباع الركاني وأتباع الصوفي اللمين وأتباع البرعي وأتباع الصائم ديمة، هل وجدتم في كتاب الله آية قالت ادعوا مع الله عز وجل نبيا؟ ناهيك عن صوفيا فاسدا مفسدا، ما في. في آية في القرآن أمرت بالطواف بغير بيت الله؟ ما في. طيب من وين جبتوا يا صوفية؟ كل أشعار ومدايح نشرها الصوفية ونسجوا كرامات حول شيوخهم وطواغيتهم وصرفوا الناس إلى عبادة هؤلاء الطواغيت، طواغيت. لذلك قال الله عز وجل في هذه الآيات: ومن يدعو مع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ومجرد دعاء الصوفي لأبوه الشيخ مع الله جعلته إله، رضيت أم أبيت جعلته إله. عشان كده الليلة كثير من الصوفية الآيات اللي فيها التوحيد لما تقرأها ساي تلقاه يضحك حق ومقلق كأنه قاعد له في قانون، مالك ده مسجد تقعد في قانون؟ يقول لك والله النازل بيقولوا لنا آيات الوهابية، يقعد في آية بتاعت وهابية، الآيات دي كلها حقت ربنا، كلها حقت ربنا، آيات ربنا نزلها لكي يعبد الله. فالغاية من الخلق من خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل وهي التوحيد، فما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا لعبادته. والصوفية سعوا سعيا حسيسا في نشر هذا الباطل وصد الناس عن دعوة التوحيد، وأنا بشرك الحمد لله الدعوة الناس يعني كفروا، كثير من الصوفية كفروا بالطواغيت ولزموا التوحيد وعرفوا أن ما عليه الصوفية من دين
لا علاقة له مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الصوفية ممكن عادي يقول لك الشيخ لو قتل الروح ما تسأله، زي ما ذكر صاحب كتاب سراج السالكين قال إنه الشيخ لو قتل عديل ما ينكر عليه وما يسألوه. يا أخي تمنويت ما يسألوك ليه؟ لأنه عندهم عقائد إنه ما تنكر على الشيخ، وعندهم يعني في دينهم إنه الشيخ لو عمل أي حاجة ما تنكر عليه، لو شفت الشيخ يفعل الفاحش ما تنكر عليه. عشان كده في الكتاب ده ذاته كتاب سراج السالكين قال إذا رأيت منهم من تعدى وناح، قال لو شفت الشيخ يتعدى حدود ربنا، شرب الخمر يعني فعل الفاحشة زنا قتل، قال إذا رأيت منهم من تعدى وناح وفعل أفعالا قباح. براو قال لك أفعال قباح، والبرعي هناك في الديوان قال يجدون، قال وإذا رأيت منكرا في قولهم أو فعلهم فأول تأويل خير مترجم ومؤول، يجدون لمس الأجنبية عندهم إذا صافحت يدهم كذات المحرم. قال أبوك الشيخ لو شفته بيسلم على مرة عادي، أبوك الشيخ ده ما هنا أبو إلا يكون خشبة ولا عود، لأنه قال أبو الشيخ لو سلم على مرة وكان سلم على عود واحد أبوك الشيخ ده ذاته يكون عود حطبة ما فيه حاجة والله، لأنه أي زول يعني يصافح مرأة لا يبد أن يجد شيئا، وكما وجدت شيئا تراجع الدكتور طوال. فقال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتقتيل الآن يعني موجود بكثرة، وأنا ما دار أقف عنده، لكن جايق للجزئية الثالثة قال ولا يزنون، لأنه بعد يومين أو ثلاثة في حاجة اسمها عيد الحب، عيد الحب ودي بلية من البلايا تتابعت علينا المناسبات المشركين والمتصوفة واليهود والنصارى، كريسماس ورأس السنة وعيد المولد وجايق عيد الحب، ودي كلها مناسبات يعني بتاعت اليهود والنصارى، ترى ديك بتاعت كفار وبتاعت الصوفية بتاعت بدع، دي كمان بتاع السفهاء وقليلين أدب، السفهاء والقليلين الأدب الأيام دي تلقاهم الواحد يشتري الفانيلة الحمراء والبنطلون الأحمر والجزمة الحمراء، وتلقاه يقول لك مستني يا مولانا 14/2 بعطير إن أنت فيه شنو؟ يقول لك فيه غزوة من الغزوات، يقول لك لا ده يا مولانا عيد الحب يا ده الحب ما عنده عيد. في الشريعة في عيدين الأضحى والفطر، وعيد المسلمين يوم الجمعة، تاني ما في عيد، لا عيد مولد لا رأس سنة لا عيد شجرة لا عيد أم لا عيد معر، كل الأعياد باطلة، أي عيد تاني باطل. وعيد الحب بوابة الزنا، عيد الحب بوابة الزنا، لأنه بتلقى الشباب مبطحين والشابات مبطحين في الشوارع ومبطحين في الطرقات باسم عيد الحب، والله مصيبة. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ربنا يقول في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا، شوفوا الآية دي مش واضحة، قال لك ما تقرب ساي جنبه ما تجي، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأنه الزنا ممكن بنظرة تزني بمصافحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس وكذلك الرجل تزني وزناها المشي، كل هذه من أنواع الزنا، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فده تلقاه الآن منتشر الاختلاط، ومن أعظم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفواحش بين المسلمين الاختلاط في الجامعات والاختلاط في المدارس والتبرج والسفور، وقبل ذلك ضعف العقيدة، أول حاجة ضعف العقيدة، لأن المجتمع يتربى تربية صوفية، والصوفي ذاته ما عنده غير ديوس، لو المرأة ما ولدت تجري بها الشيخ جري، المرأة ما ولدت يودوها لزرقاب، لزرقاب عندهم شنو؟ يقول لك بده جنى يا مولانا، وما عنده جنى، الجنى بيديك له بطريقة هالطريقة المعروفة دي، إلا
إلا أن يزني بها، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. لذلك الزول ذاته قال في كتاب سراج السالكين قال ولو أنه يأتي البهائم، قال فلربما حصل للنخل اللقاح. وفي كتب الصوفية الكلام ده عادي من الكرامات، كونه يزني كرامة، يشرب الخمر كرامة، يفعل يعني يخطب له مرة يدعر عليها دي كرامة، ده عند الصوفية عاد. عشان كده التصوف شرك ودياسة وخيابة. يحنن ده الراجل تعلمين ده يحنن، وقال لك عامل فيها شيخ وطردوه. الحمد لله ربنا ريح الأمة، ريح منه إن شاء الله يطردوك برا البلد كله، لأنك تنشر الشرك وتنشر الكفر وتنشر البدع وتنشر الدياثة والخيابة وقلة المروءة. دل مين بتاع بيت المال ده؟ قال ولا يزلون. وربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وربنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة من سهام إبليس. الزول ما يطلق البصر، المسلسلات شغالة والأفلام شغالة والحولية يتفرج في الدرويشات، الدرويش يتفرج، الله الدرويش هذيك ما شاء الله يا ولد الدرويش بتاع شنو. والله واحد مرة يعني عمك كبير في المولد قال والله يا جماعة أنا المولد ده ناقشه في المولد، قال والله أنا عارفه المولد ده ما في وي حاجة، لكن قال عجباتني البنيات اللافات دير. يا راجل مشيت حيلك، عمك كبير. عشان كده ألا ربنا ذكر في هذه الآية هذه الصفات، وهي من صفات المؤمنين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ربنا قال ومن يفعل ذلك، الزول اللي بيسوي الشدة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يخلد فيه جوا. ربنا قال إلا من تاب. عشان كده بادر بالتوبة، بادر بالتوبة من كل الذنوب والمعاصي حتى تدركك رحمة الله عز وجل. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فخلاصة الأمر إنه الناس يعني تعمل حسابه، وأنت مسؤول يا أيها الوالد، وأنت مسؤولة يا أيها الزوجة والأم عن إطلاق العنان للبنات والفتيات الخروج للساحات. وأكبر من ده كله يوديها جامعة مختلطة، عارفة جامعة مختلطة وفيها فساد وفيها يعني شر، يسوق بنته ويسجلها هناك. ربنا بيسألك يوم القيامة، ربنا يسألك. وربنا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول. والله شفت لو في البيت عندك ثلاثة جدادات وستة سواسيو، يوم القيامة ربنا بيسألك منين؟ لأنه في مرة خشيت النار بسبب هرة دخلت بها النار. أنت عندك ربنا مديك ستة بنات وسبعة أولاد وأربعة نسوان، وبعد ده سايقون يلا نمشي وتطلع الساحات والأعياد البدعية والمناسبات. فهذا ساعد على انتشار الفواحش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وإلى نهاية الحديث في سنن ابن ماجه. فالفواحش منتشرة الآن، والتصوف البوابة الرئيسية لكل الفواحش والمنكرات. التصوف البوابة الرئيسية لكل الفساد، الفساد العقدي والفساد الأخلاقي والفساد المعاملات، كله بوابة الصوفية. والله بوابة الصوفية، أي فساد يعني في بلدنا دي بوابة الصوفية، لأنه عبدوا الخلق لغير الله. زول بيخاف له من 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 بيان، بيخاف له من قبة. زول
يعني يودي مرته للشيخ. والله الذي لا إله غيره. واحد مسجل في التلفون يعني منه واحد اسمه ما عارف عبد الله ولا منو كان في الزريبة. قال واحد جاب مرته للشيخ بيجاي قالوا عندكم في مدرمان عافانا الله وإياكم. قال له أبوه يا الشيخ أنا جبت لك المرة دي جاهزة. الشيخ قال له أنا مشغول ما فاضي. يعني شنو؟ لأنه في كثير زيه يعني من الديوثين جايبين نسوانه. قال ما فاضي. فزازين قال له أبوه يا الشيخ عليك الله مو عفنا زي دي تابع لي بيها. ده دين الصوفية دياسة. يعلمك الدياسة تودي مرتك للشيخ وتودي أختك للشيخ وتودي بنتك للشيخ. أوعك نحذر المسلمين كافة في البلد دي وبر البلد دي. أوعك تبقى صوفي وأوعى تودي مرتك للشيخ وأوعى تودي بنتك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك. كل هذه المعاقل معاقل بتاعت فساد وخنة. داك بتاع أبو آدم قبل فترة قبل كم سنة الركاني جات واحدة قالت أظنها عيانة. طبعا كان شاف المرأة عجبته وقال لها خلاص. ثاني يوم قال لها والله جواني الخلفاء الأربعة وقال لها تطلق من راجلك ده عندي فيك جنى صالح. الجرائد جابته جبته أنا الجرائد نقلت. ده كلام الجرائد. عندك أي مشكلة مش الجرائد هناك. قلت لك الصوفية دعوة للدياث دعوة للكفر بالله دعوة للإلحاد دعوة للزندقة دعوة للتفلت الأخلاقي. كل أنواع الفساد تلقى عند الصوفية. عشان كده كل ما نلاقيه من عناء وضنك في هذه البلاد إنما سببه الصوفية وسكوت أنصار السنة وسكوت جمعية الكتاب والسنة وغير من العطالة والمجرمين الذين لهم القنوات والذين لهم الإذاعات وسكتوا عن هذا الباطل الواضح الظاهر الذي لا ينكره إلا مطموس البصيرة أو المنافق الذي باع دينه بعرض من الدنيا. ساكت له دجال يسرح ويمرح. محمد المنتصر يوم واحد يا أنصار السنة يوم واحد ردوا على زول تقول زول دجال يدعو إلى الكفر ما بيقدروا. قولوا زول ده يدعو إلى الكفر بالله ما بيقدروا. قولوا زول ده الذي يسمى محمد المنتصر هذا أخطر على المسلمين في السودان من اليهود والنصارى ما بيقدروا. ساكتين ليش لو أنا ما عارف. القروش بقت كثيرة أنا ما عارف. الحق ده واضح وليت تغيرت ولا الحاصل شنو. ورونا يا أنصار السنة والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ربنا يسألكم يوم القيامة ربنا أداكم قنوات وربنا أداكم إذاعات وماذا أنت تتكلموا في الحق ماذا أنت حاربوا الشرك بصورة واضحة. تبا لكم أينما حللتم وتبا لكم أينما نزلتم. خذلتم الشباب واتهمتموهم ووصفتموهم بما هم عنه أبرياء. يقول لك ديل شباب متعجرين. طيب انت تعالي المتأني قول محمد المنتصر دجال. خلينا احنا متعجرين صغار اغمار عمرنا 6 سنة ما موضوعنا. لكن الدجال الشغال ده رايك فيه شنو؟ محمد المنتصر والركاني والبدر والياغوت وغير من أئمة الضلال في البلد دي ينشروا في الشرك وانت ساكت؟ يا اخي والله اذاعات تلقاك من الصباح شغالة ولا عندنا موضوع. شاي الصباح ضيفنا اهلا بك انت بين اهلك. ترم 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 يا زول ده انت وضيفك ما فيكم خير. لو ما قمتوا حاربتوا الدجال ده انت وضيفك ما فيكم خير. عشان كده القضيه دي الشغله دي بقت واضحه والناس حقه توعه ليمتين يعني. وشوف لابد شفت جبنا الصوفيه لابد نتكلم عن نصارى السنه لانه هم الان بقوا حائط الصد. يتكلم في الصوفيه في مسجد بتاع انصار سنه يقوم عليك ابو دقن ذاته. والله كم مره معايا اخونا محي الدين ده مره تشرطوا قميصه ومره هذول ضربونا. واحد قال لي بفتح فيكم بلاغ وانتم ممنوعين من الجامع ده. وجامع ولا نادي؟ جامع ولا نادي؟ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. فده الحاصل الان. الناس ديال والله امرهم بقى واضح والناس ديال فشلوا فشلا ذريعا وفشلا واضحا. عليهم أن يتوبوا إلى الله وعليهم أن يرجعوا إلى الله وعليهم أن إذا كانوا دعاة صادقين ناصحين مخلصين عليهم أن يدعوا دعوة الأنبياء والرسل محاربة للشرك وقيام على أهله وذلك بكل وضوح وبكل صراحة بكل وضوح وبكل صراحة. عشان كده الفساد انتشر كثير والضلال يعني لا يحصى ولا يعد. فالناس بكل على حسب استطاعته.
الله داك ميكروفون زي ده تتكلم في الصوفية والأخوان المسلمين جماعة التبليغ التكفيريين السرورية أتباع عبد الحي هذا جناح الوالدين جناح الماليزي كلهم ديل عطالة مجارمة الآن يدافعون عن أهل البدع ويأتون بأهل البدع ويصدروا البدع من خارج السودان وداخل السودان ديل الجماعة بأجنحتهم وفتا ربنا أداك يعني أداك قدرة دعوة فردية شغال في الحلة اشتغل في البص اشتغل في الحافلة اشتغل في السوق اشتغل أي محل الدعوة دي يعني في كل مكان في ظهر الحمار زاءت ولو لقيت طريقة ركبت لك مع واحد بتاع كارو ولقيته معلق له تميمة للحياء للحمار قول له يا أخي النبي قال من تعلق تميمة فقد أشرك وكده وريه الأدلة من السنة عسى الله أن ينفعه بذلك فأي محل تدعو في السوق في شارع في رأس البيت والقمر ذاته لو ربنا طلعك والصوفية طلعوا هناك طاروا برضو تلحقهم هناك تدعو إلى التوحيد وتحذر من الصوفية أنا أكتفي بهذا القدر وقدم أخونا محي الدين فلتفضل مجزا مجورا والسلام عليكم.